السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. أعلن بنواكشوط عن توقيع اتفاقية مع عمال الميناء، حيث تقول وزارة التجهيز والنقل إن اختلالات كثيرة شابت تسير اليد العاملة في الميناء خلال السنوات الأخيرة. الاتفاقية التي وقعت الاثنين الماضي بميناء الصداقة بميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة تتضمن جملة من البنود، من بينها استمرار العمل على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع لقاء حصول العمال على ضمانات تتعلق بالتأمين الصحي والتقاعد وحوادث السير والضمان الاجتماعي. في هذه الحلقة من المشهد نناقش هذه الاتفاقية من زاوية رؤية عمال الميناء أو الحمالة كما هو مشهور، مع ضيفنا القيادي النقابي من حمالة الميناء سيدي محمد الجمة. فأهلا بكم جميعا مشاهدينا الكرام، أهلا بك ضيف الكريم، شكرا على تلبية الدعوة. دعنا نبدأ من هذه الشركة التي أعلن عن إنشائها أو عن بدء عملها الاثنين الماضي، لنعرف المشاهد بها، ما هي، ما طبيعة عملها، ما الذي تحققه لحمالة الميناء؟ طيب، شكرا، أنا شاكركم وشاكر قناة المرابطين أولا لإتاحة الفرصة لتعبيرنا أن رأينا في هذه القضية الأمور اللي كانت تجري في بور والمؤسسة خاصة أن نلعنها يوم الاثنين الماضي. هاي المؤسسة هي مؤسسة تشغيل يد عاملة مينائية بهلي تشغل كيف تحل محل مكتب مكاتب كانوا يشتغلوا سابقا يشتغلوا العمال كيف بمهم وما شبه ذلك. الآن عاد تنقال هالمؤسسات تشغيل اليد العاملة المينائية، وجاءت قطعا هاي الشركة ومن ذوك الشرايك اللي هما اللي معدل مرسوم فم هو استاتي اللي اشتغل بارو لا يسمح يكون مؤسسة، ما هو المكتبة كلمة مكتب ما تصلح فيه، تصلح لا مؤسسة. لما أن المؤسسة لما أنه هو مؤسسة تتكون مبنية لذو الأطراف الثلاثاية هما الدولة ورباب الأعمال والعمال. هذا هو تعريف المؤسسة واللي مؤسسة ليه، وهذا هو دورها. زين، معناه عن المؤسسة الآن هي عبارة عن وسيط بين العمال وإدارة ميناء الصداقة. حق ما المؤسسة وسيط بين العمال ورباب العمل. يقير إدارة الميناء إدارة وصية إليها، وهي اللي عندها أكثر نسبة 70 والله شو 60% من تمويلها، والباقي يشترك فيه العمال ورجال الأعمال. معناها أن إدارة بور هي والدولة هي اللي عندها النصيب الأكبر وهي تتحكم في المؤسسة، ووسيط بيننا إحنا يا الله تعود حجر زاوية ما بيننا إحنا وذي ينقالوا أرباب العمل إحنا كأمال. طيب، الإعلان عن توقيع الاتفاقية مع الحمالة يوم الاثنين الماضي جاء بعد مراحل سابقة خاضتها نقابات الحمالة في الميناء في إطار علاقتها بإدارة الميناء ومطالبها المستمرة بالحقوق. الإعلان اليوم عن إنشاء هذه الشركة، ما الذي يحققه من الأهداف والمطالب الرئيسية التي كانت مطروحة للحمالة في السابق؟ طيب، هذا الحمالة كان عندهم قطع عنها ياسر من المطالب وتعاني منها من ياسر من الزمن من ياسر من الاختلالات والمشاكل لما عنها كانت كعمال تشتغل في البرد وفي الصعوبات ما هي في أي إطار يجعلها إطار عمال، ما هي مؤمنة عند الصندوق للضمان الاجتماعي رقم عنها ينقطع منها ما مبالغ باهظة من المال، ولا نعرف ذاك اللي كانت تمشي من الإشارة والله نعرفه أنها كانت تمشي شور جيوب الواقيش ما هي بعد ما بلا فايدة ما هي بقى ما عندها مردودية للأموال، ما كان ينطرح عنهم الصندوق للضمان الاجتماعي، ما كانوا الواحد منهم إلى بلغ سن الشيخ وخا ما يشبر رترت ولا أما قاع الصندوق الصحي إذا ما هو فيه، وش من الناس قطع عنه كان يشتغل
ذي الاشغال اللي هي وتنقطع منه الفضاء ولا معدل له بيها ايش اسوى وشنو هو يكون انه يجي فيما يعدل ذاك العمل وينقال لك هذا وعنده صيرانس ما هو صالح في شيء ينقال له امبو جدبو جا ما نعرف قاع اصلها في القانون ما ظهر لانه موجود طلعتك نقصتك ملاها ما عنده حق ما عنده شيء يسوى وشنو لعانات به العمال ياسر من الزمن رقم عنها من هون ودون قاعات العمال الحمد لله فيها الشقيلة في هذا اللي ينقال له الناس المتعلمة والناس اللي تعرف الحقوق وتعاونت هي وذا اللي ينقال له أقسام النقابات إلى القضية وقالوا أنهم ما هم قابلين هتلاو وإلن العمال لا بد لهم ينجالوا تعدل لهم طريقة يعودوا بها عمال كعمال الموانع اللي مجاورين كاملين ونعودوا يد عميلة مينائية صالحة للعمل اللي يتعدل العمل مستعداله وتعودهم اللي هي في ظروف قادة تشد قلبيهم. طيب اليوم الإعلان عن هذه الشركة إيش حقق من المطالب من قائمة هذه المطالب التي تحدث عنها الآن الإعلان عن هذه الشركة الجديدة إيش حقق من المطالب بالنسبة لعمال المينا؟ حالا الإعلان عن هذه الشركة الجديدة بعد ياسر من النقاشات وبعد ياسر من الأخذ والرد بيننا احنا وإدارة الطبار والناس القائمة حالا إلى الشركة تحققت هذه المطالب التالية هي لأنهم خارجة قالوا عنها 800 مليون انطرحت كقارنتي عن ذيك 2500 ما قط انطرحت عنها 5 ولا 10 في الكيس ولأنهم اللي وعدلت لها اتفاقية مع ذا اللي ينقال له الصندوق للضم الاجتماعي أباطاء الصحي الصندوق الصحي اللي هي كنام وذيك الاتفاقية قالوا عنها كنام عدلت معها شريكة اتفاقية وفات وصلت لبر الأمان وفتنا ونهارات كانت تقبل الذين قالوا الملفات تقبلهم العمال ولأنها اللي تسجلهم في كنام وقطعا كل عامل جاته قبضت منه كوبي من كردان جيته واربع صور شمسية وذا قاتلنا لأنها تدوروا لكنام وعلن يعود الأول اللي تأمن الشخص هو من نفس اللي يعمل معاها هي ويعود هو عاقب في النهاية يحصيها عائلته ذيك الناس اللي مرتبطة به ودواها يعني يعودهم اللي جيرها معها لكنام هذا كبداية هاو النقاط الثنتين من أهم النقاط قطعا عنها كانت عالقة لذلين قالوا الأمال به اللي عامل ما هو مؤمن في ذلين قالوا الصندوق للضم الاجتماعي ولا هو مؤمن ولا عنده تأمين صحي هذا فصل حقيقة ناقص منه ياسر طيب عاد عامل قائش يتقال في الخطر وش يتقال في لا لا الأعمال اللي نسأل الله السلام يقدر الواحد منهم يمشي طالع اليوم هذا الواحد منهم يقدر اليوم هذا يمشي طالع وتخبطوا حديدة ولا تخبطوا رواية يوقع شل النصفي ولا شيء إذا نبتوا إذن عود ما مؤمن أصلا ولا عنده شو سوى شنو ليصبح ضحية طيب هذه النقاط الثنتين كانوا طرحة كثيرا للنقابات وتسببت في وقت سابق في إضرابات شديدة شلت الحركة في ميناء نواكشوط المستقل المعروف ميناء الصداقة طيب الآن هل بدأت فعلا خطوات عملية لتطبيق هذه الخطوات أنتم الآن حمالة الميناء رسميا عندهم تأمين صحي عندهم ضمان اجتماعي شوف رسميا ليقول لك قطع عن الليل الفيديو قلت لك فيه فعلا فاتوا أنه كانوا فات حد استلم كارت لكنام ذكية ما فات خلق يا قير بعد قطعا أن الملفات انقبضوا والاتفاقية أدرت المؤسسة إدارة كنام وعلنها له تأمن العمال وقالت فإنهم اللي في مبالغ مالية سنوية اللي تم تطرحهم وهذا قطع عنه الخطوات ثنتين من الفات وخطوة قضية الكيس اللي كانت عندنا النهارات في التصفية المعدلين عندنا 100 عندنا 91 رقاش كانت عالقة مشكلتها لأنها ما فات أصلا ما كان مطروح عنها شيء في الكيس والإدارة كانت في مفاوضات مع الذين قالوا إدارة الكيس وقالوا فعلا انهم عدلوا التسويه في ذيك المشكله الذكيه فعلا على مبلغ من المال طرحوه عن ذيك الناس وهي اللي ان شاء الله ولنا بدء ودرك في ذي 91 هي اللي تعطينا النتيجه الحقيقيه اني انت تنطلص ذيك 91 وتسوي مشاكل من عند الكيس بدون عراقل وبدون مشكله اللي نقولوا فعلا العمليه بدات فعليا هي فات بتدع فيها واذا يتعلق من حقوقها من شور دار تبور ومشوارها سموها انطلصت به فاتوا عدل لحسابه وقال هذا الشور الكيس معناها فإن اتفاقية الكيس قال إن لأنها وفات وإنها قطع عنها ما تات عندها أي مشكلة وقطع طيب عنها من رأي كانوا حدد تاريخ
وحدد نقابات الحمالة وحدد للحمالة تاريخ لا يبدأوا فعلا يستفادوا من حقوقهم في التأمين الصحي وفي الضمان الاجتماعي. ما فات وحدد تاريخ بالتحديد يكون ذو الملفات اللي قلت لك أنهم بدؤوا ينطرحوا. ما فات وحدد لنا بالتأكيد أنت اللي يأخذون كارتات التأمين ويعود شيء مطبق على أرض الواقع. الآن قال لنا الاتفاقية فات خلقتهم أكنام ونطلبوا منه ذوك الملفات أننا نطوهم وهذا هو اللي فات خلق. طيب بناء على هذا شنو اللي يوسن الحمالة اليوم يستبشروا خير بهذه الشركة والله بهذه الاتفاقية الجديدة؟ هذه العريضة المطلبية كانت في الإضراب الذي نفذه الحمالة 2016 أو 2015 للمطالبة بهذه الحقوق، وقدموا هذه العريضة المطلبية والتزمت الجهات المعنية بأنها لا يتحقق لهم هذه المطالب. من ذيك الساعة إلى اليوم لم تتحقق. ما دامت المطالب الرئيسية اللي هي التأمين الصحي والضمان الاجتماعي عمليا ما فات بدأت، شواس الحمالة يبدأوا يعني يستلموا أو تعود عندهم هذه الثقة في أنه هذه الشركة الجديدة قد تكون شيئا مختلفا؟ طيب لما أن أولا احنا فتنا كانوا معنا شرايك والخطوات اللي حقت هذه الشركة جديدة من ساعة اللي بدأنا في ذلين قالوا الأيام التشاورية مع الميناء الخطوات اللي حقت والجدية اللي لامسنا فيها ما لامسناها في ذلوها المؤسسات الأخرى. أولا فإن هذه الخطوات اللي قبضت معانا من عند بل البداية ولا ما شمأهم رويدا طبقهم في الاتجاه الصحيح. وإن كانوا ما فاتوا اكتملوا ولكن بعد الواضح فمن فمنية صادقة وفم ملي اتجاه نحو حلحلة هذه الأمور اللي هي اللي احنا واحدين فيها يعطينا أمل ويبقى فينا أمل لأن هذه الناس هذه الإدارة اللي هي والله هذه المؤسسة اللي هي متعاطية معانا بتعاطي جدي ولأن هذا اللي جاي لنا اللي حق به اللي هو إنسان بعد يقول لك مرد ولا تجبر من هالشي ما ترى هالشي الأرض الواقع ما وكيف لقاش قال لك مرد وريت من هالشي ملموس الأرض الواقع منها هي ذي وحدات 90 لقاش اللي انطلصت معدل لها حسابها لسنينها اللي عدلتها مضية فين في بور فيها اللي حسابه دور ترتل اللي يشبر وهذا بلاق مليون ومليون وستين وفيها اللي بلاق 700 وفيها اللي بلاق 800 وفيها اللي يشبر باط 203 و304 معناها لأنها كلها ذاك وفترته حقه اللي يالا يشبر انشبر ونعطوا ذنبه اللي شيء مع أنه ذا شيء شفناه الأرض الواقع خلق. وكانت الإشكالية اللي عندنا قلت لك فيه قضية الكيس والكيس وأدرت مع هذه الاتفاقية وطرح مع هذاك المبلغ المالي اللي طرحت المؤسسة معناها أن هذه التي اسمهم نقاط يمشوا في الاتجاه الحقيقي ويبعث فينا احنا أمل لأن نقدوا نعودوا مأملين فيها خير. وفي النهاية احنا عمال ولا قط جانا فما رقاجس وهو من هو للميناء لا سكريم سابق لنا جاتنا وقالت أنها جاية ليتعدل العمال بدأنا لحسن النيه ومشينا معاها في ذاك الاتجاه لأنه ضاح لنا ذاك اللي عندها ما هو حق وملي انفضنا منها ايدينا وقفنا باللي احنا في النهاية عندنا حقوق عمال ونطالب بهم ولا فينا قطعنا انفسف لأن تراجع عنهم قيد المولى وما دام رقاش ماشي معانا في الاتجاه الحقيقي مصايرون فيه ونين يوضح لنا ملي لأنه لا ينحرف انحرافي وذلي الرائع احنا فيه والله مأملين فيه ما هو اللي ترى خالق احنا ملي قطع عنا والشقيلة اللي متابع عنا خارج لا رقاش ينفذ لنا ذاك اللي قال لنا على الارض الواقع ما دام ماشي معانا فيه بيها ونعمه واحنا مصايرون اللي ما عنا ما خالق حد قلق ليه بوار منا احنا ولا خالق حد قلق ليها استقرار موريتانيا وامنها منا احنا يا غير ملي ما وقت حسابنا. واضح. نواصل النقاش مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من المشهد لكن بعد فاصل قصير لا تذهبوا بعيد.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من المشهد التي نخصصها للحديث عن رؤية حمالة الميناء والنقابات التي تمثلهم للشركة التي أعلن عنها بموجب اتفاق يوم الاثنين الماضي بميناء نواكشوط المستقل. وتضمن الاتفاق جملة من البنود من بينها استمرار العمل على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع لقاء حصول العمال على ضمانات تتعلق بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وحقوق التقاعد والتعويض عن حوادث العمل. أهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من المشهد التي يسعدني أن أستضيف فيها سيد أحمد الجمة القيادي النقابي من حمالة الميناء. أهلا بكم مرة أخرى، أحييك ضيفي الكريم. مرحبا. نواصل النقاش في هذه الحلقة من المشهد. النقاط الثنتين الرئيسيات اللي تضمنهم الاتفاق يوم الاثنين الماضي كانوا من بين عريضة مطلبية كبيرة طرحها الحمالة في إضرابهم الماضي. شنو هو مصير بقية المطالب التي طرحها الحمالة ولا تزال يعني على الورق، لم تجد طريقها للتطبيق؟ طيب، وما قطعنا ما هو النقاط الثنتين. من جملة من النقاط كانت مطروحة في ذاك المحضر، واللي نقوله قطع عنه النفات بدأ فيه تنفيذ منها، وما هو النقاط الثنتين. والله ما بدأ باطف تنفيذ منها إلا بعد انقطعت فيهم خطوة لباس بيها. ما احنا ما نقدر نقول أن نفات بدأ بيه، اللي احنا كما قلت لك قبيل، لأن سابق ما فاتك 91 رقاج اللي عندنا إنه استلمت حقوقها اللي شور الكيس وجبرت كارتاتها ورترتها، معناها العملية مطمئنين بيها وجادين بها ومعاملين بها غير سابق ما فاتوا قومنا وذوكنا انطرسوا تم عندنا لا مازال في منقص رقم عنهم بعد طروحهم طرسهم ما ظهر لي أنه اللي تطارح مشكلة. تبقى هاو النقاط قطع أنهم رقم أهميتهم عند العمال وتثمينهم لهم، كونهم ما قطع أنهم قد مطالب العمال به اللي احنا اصلا كانت عندنا مطالب، لان هؤلاء المطالب اللي هم ان يخلقوا يتربهم اللي ينقالوا الاكتتاب. ايوه، تعود ذم بعض العمال كان قاعد طلب عندنا انها تعود مكتتبه كامله تتقاضى اجور وتعود عاد عمال ذكيه عندها كونترهات وعندها قضيه شد قلبها وعاد عمال ذكيه عاد معروفه وعندها التامين الصحي وعندها التامين عمال دائمين ما يهاو العمال غير الدائمين، نختارهم يعودوا عمال دائمين، وهذا مطلب كان عندنا اساسي. هذه الاداره اللي هي نجات قالت لنا في ذاك المطلب لانها قالت لنا في شيء واضح، قالت لنا لان هذه 2500 ما قد كامله تكتتبها تعملها تعدلها عمال دائمين. يا غير قد تعدل لها هذا سبيل المثال للتامين الصندوق للضمان الاجتماعي والصندوق الصحي، انها قد تعدلوا لها. يا قارد اللي ينقالوا الاكتتاب اللي يتعدل فيها مراحل اللي يتعدل منها عمال، يقولوا لهم هم مصطلح لا يقول لك دوكار برمانا، نقولوا له احنا دوكار بروفيشنال عامل دائم. هذه الشريحة اللي هي من العمال اللي يتخفف الضغط للائحة وتنقصها شيئا ما وتعود هم اللي مدة ذكية بشي من العمال مشي مكتتب وعاد عمال دائمين. هاي العملية ما اللي نختاروها يبتدأ فيها لما أنها هي الخطوة الثانية عندنا الموالية لذا نختاروها يبتدأ في الخطوة اللي هي ما اللي عجلانة تعود إن نعلن عن الشركة ذا اليوم الاثنين ذا الماضي ضارك حالا اتجاه قدامنا الإيدي لا تم لنا حاينا الصبح عطلة العيد نختاروا أسبوع المقبل يبدأ أن في ذي العملية الأخرى تعود ما اللي تنفذ الأرض الواقع لما أنها ما اللي مطلب أساسي ومهم عند العمال وملح عندهم ويختاروها لا يخلق اللي هي قضية الاكتتاب. النقطة الثانية ذم فإلنا ذلي ينقالوا العمل قطعا خالق كان ذم شمل العمل هو اللي كان باقي وكانت عنده مجموعة من العمال تعدلوا ويقولوا خالق مصطلح أنا ما لنستخدمه في أبيل واحدين يقولها كانت مهيمنة، لا هو احنا جينا ذم وكنا نشتغلوا كاملين في عمالة في ميناء ويا غير الميناء كانت فيه العمل خالق منه اللي كان جابر الحاويات الياسرات يشتق فيهم ينفكوا له فم في البحر ولا عينه قائلة وعيط له قاع على الصالة الشرطية الشغلة اللي كانت تعدل اللي يقولوا إن قالوا درك حال اللي برمنا ذيك الساعة ما مسوي لأنها رقاش وخالق البعض اللي كان يمشي في الدبش يحطوا شرط ياسر منها
الأعمال وأحلفها هذا كامل خلق انحصر بها تراجع بها اسم الحاويات اللي كانوا ينفكوهم وعادت الواحدة من مجي الصندوق مقفور جاي مشوار القارب ينطرح على ظهر وته ويأخذ ما مستفاد منه عامل صبحت هذه النقطة اللي هي من عكست سلبا للعمال وعادوا حاصرين فما تلاقوا جابرين شيء يسوي وشنو يشتغلوا فيه هو نبقى عندهم اللاذة اللي كان عند أخوتهم ذوك الأخرين اللي كانوا يشتغلوا فيه عادت الناس لا بدها لم تتحاص فيه وعدلنا له قطعا النهارات النظام بدأ سابق رمضان بأربعة أيام ولا خمسة وسار المفعول ذاك النظام قطع عنه واستفادت منه الناس لذلك قالوا البواخر قال البواخر وحد ما يشغل الناس لا بد من ذوك الحاويات اللي يأخذوا من فم إلى عادوا ماه منفك يعود بعد مجهور إليهم شيء عنده مردودية للعمال ويخفف ملي من البطالة تجاه الأمال ويؤدي حرك لهم اللايحة يوميا وقت ما جاي قالب اللي يشتغلوا فيه ولا وقت ما جاي اسمه هذا ملي مطلب منح عند الأمال ويختاروها اللي يخرج طيب هذه المطالب هذه المطالب الرئيسية لدى حمالة الميناء شنه مصيرها هل النقابات هل المكاتب الحمالة اليوم في الميناء اكتفت بالنقاط الثنتين اللي وقع معهم عليها اتفاق واللي كانت شوهرية والله شنو يعني مصير والله مستقبل هذه النقاط الرئيسيه الاخرى شنو شت هي النقاط كامله ما فيها النقاط الثنتين اللي فاتوا بدا فيها مدارك حالا والنقاط اللي كنت نذكر لك حالا هذا ما فيهم شيء مهم عندنا ولا عدلوا كامل تبقى منهم احد انت مطالبوا بها ودور تم ذاك اللي عدلنا لا قال منه شيء لكن مستوى المطالبة أو مستوى حدث الخطاب تراجع في المرات السابقة كان الحمالة يهددون بالإضرابات اليوم بعد حصولهم على التأمين الصحي والضمان الاجتماعي هل ندري كان نقدر نقول عن الإضرابات توقفت ما تعد خالقة مثلا احنا عمال والعامل سلاحه ذا اللي ينقال له تحركه وفي الإضراب يقال الإضراب وسيلة ما أنما ندوره نعدل منه وسيلة اللي توصلنا للقاية ندوره معناها فألن إن نتعود ذيك الوسيلة لا بد أن منها نتحركوا فيها الإضراب مازال إحنا الإضراب مشرعون القانون ومشرعون الدستور وحقنا مكفول يقير ملي نختار نعدلها لا الموجود ها وإنه النقاط ثنتين كما قلت احنا رأينا مدة وماشة معانا فالرأوا فيها شايفين فيها امر انها تقد تعود الماشة معانا فيه الا منطقي والله اتجاه معقول وعاطين هذيك الفرصة الذكية اعطينا هذيك الفرصة اللي نشوف هي كانها من عندها ودرك النقاط تنفذها منها على ارض الواقع تتقدم شهر قضية الاكتتاب وتنفذون وما دام تتقدم منها شهر خطوة لا اسمه الاضراب من حد ذاته احنا ما وقايا عندنا إنين نشوف ركود في العملية والله لأن المسائل اللي المطالب عندنا إحنا اللي يكتفى بها والنقاط الثنتين هم اللي يعدلوا إحنا ما اللي نقبلوه لما أن نقاطنا الأخرين لا بد أن منها شهرية وهي مطالب أساسية عند العمال حتى هم اللي بيدون العمال يدور تم قال منهم ياسر لأن ما يخلق فيهم ذاك الاكتتاب ويجبر هم اللي ذيك لفادة إلى ذاك العمل اللي كوه والله تعويض عنه إدارة تم ذا كامل لا فيها اختلالات وفيها نقصان وإحنا ندور تم ولا نطالبوا به حالا تقدر تعود فيهم قطع عنه برودة أعصاب وعدم تشد اسمه ترافق في الخطابات يقير مولي إن ينفوتنا لحقوق لذيك المرحلة ونشوف إننا لا بد أن منها اللي عاطين ذلك حد لا نقوله لأن لا حد استراحة محارب زين مما طيب. فمسلي خلينا المواقف نركنا ماشي نقلي طيب هذه 12 نقابة اللي تمثل الحمالة في الميناء اليوم شن هو مستوى تمثيلها في هذه الشركة الجديدة اللي تعتبر وسيط بينهم مع المشغل يعني شن هي الآلية اللي تسمح للحمالة والمكاتب اللي تمثلهم عنها تتابع عملية تطبيق هذه البنود الرئيسية اللي هي التأمين الصحي والضمان الاجتماعي اللي إلى الآن ما فاتوا بدؤوا ثمارهم يوصلوا للحمالة طيب هذا هو مستوى التمثيل 12 نقابة قطع عن فما 12 قسم نقابي ماشي متافقة وقطع عدلة الاتحاد والاتحاد قطع عنها لمؤديك الساعة فارضة هذه العمال بي اللي قالت لهم فإنهم ينعودوا ماشيين يتكلموا عن حقوقهم هم يؤدوا ماشيين
في بليده واحده ومتفقين باللي مده ما يسوي الهدف عندها واحد والمطلب اللي الدار واحد، معناها لان نتعود مختلفه في نوايا مختلفه، والله في امور شخصيه تتعلق بكل رقاج ذا الامال ما هي قابلته. هذا هو اسباب اللي هم يعودوا متفقين ذاك تمثيلهم، هم مستوى تمثيلهم في العمال نعرف عنهم يتفاوتوا. يتفاوتوا لا ما يعني على تمثيل المكاتب للعمال، عيني على هذه الشركه من درايه كان فيها ممثلين عن العمال يتابعوا تطبيق هذه البنود الرئيسيه اللي هي التامين الصحي والضمان الاجتماعي، ولعاد ما وفهم شنو هي الطريقه اللي قد العمال يتابعوا بها اليه حصولهم على هذه الحقوق التامين الصحي والضمان الاجتماعي. شوف المؤسسه يوم الاثنين اللي خلق انشاء شرطه تدشين وشرطه انطلاق وقطع عنا اللي ينقالوا العمال ممثلين فيها به اللي هذا قاعد تمثيلهم فيها كافر لهم القانون اللي يسير بور حالا كافر لهم انه لا بد ان اذن ممثلين في المؤسسه به اللي المؤسسه لا بد ان اذن بنيه لثلاث اطراف هي رجال الاعمال هي باط الدوله ورجال الاعمال والعمال معناها انهم لا بد ان اذن في ممثلين من اجل الرقابه الذي لا يعدل في كنام وفي الكيس وفي جميع الحقوق والمطالب اللي كنا احنا ندور ولا راكم ملي والقضية والآلية اللي تم اللي إلى فاتنا وطبق حالا الآلية اللي تضمن استمراره به اللي هذا اللي يضمن استمراره إلا إلى عاد ذي الاقتطاعات اللي تقطع من العمال ماشي ومشي لهم شورى صندوق للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أيوة. وذنين يعود ما مراقب لأن المداخل لا بد لهم تدخل لا بد لهم تندفع على العمال لين عود ذلك حالا بدأنا في قضية ومشينا بيها ولا خاضت هنا واخذناها من الضيق اللوساء وتراجعنا عنها وتوليكم بول وهون اختبار حقيقي لقدرة النقابات على توحيد كلمتها. من يمثل من لا يمثل العمال في هذه الشركة لكي يتابع تنفيذ هذه البنود؟ أي المكاتب هذه اللي حالا يمثل في القضية ومتابعها مازال اللي ينقال لأقسام النقابات اللي صرن هم كانوا جايين السوق الملف وهم اللي يعرفوا حيثياته يعرفوا خفاياه كاملين هم اللي قد يعودوا عندهم القدرة والآلية لمتابعته إياك يعودوا متابعين ذاك اللي ينطرح على الأموال من حقوقهم اللي تم ضامن لهم حقوقهم واستمراريتها فالصندوق للضمان الاجتماعي ذاك اللي يدفع عنهم ملي في التأمين الصحي اللي تم ضامن لهم ذيك الحقوق واستمراريتها وهذا اللي قد يراقب اللي ظهر لي انه مثل حالا في الوقت الحالي اللي ينقالوا اقسام النقابات اللي ما عندهم هم اللي عندهم حيثيات الملف هم من مطالعين الى مطالعين اللي من عند بدايته لنهايته الى ذي المرحله اللي فات الحق ومن النهايه قاع ما فات الحق اللي احنا النهايه كما قلت لك سابق ما لحقنا ذوك المطالب ونفذت جميع مطالب العمال اللي تم الهم اصلي ان شاء الله. إذن بذلك مشاهدينا الكرام نختم هذه الحلقة من برنامج المشهد باسمكم جميعا أشكر القيادية النقابية من حمالة الميناء سيدي محمد ولي الجمة كما أشكركم أنتم على كرم المتابعة إلى أن نلتقي في حلقة جديدة هذه تحياتي وتحيات فريق العمل.